قراءة حضرتك لبيان معالي النائب العام الموجه لحضرتك النهارده، ثم رد حضرتك على هذا البيان او القرار. النائب العام اتهمني بانني اتوخر وقال اني صبر كثيرا انتظار ان اصحح موقفي، بما يعني انه اخبرني بانني قد تغورت على الصوفه وانا لم ارد عليه، فاضطر الى ان يصدر قراره بان تساءل امام نيابه امن الدوله العليا. وانا يعني حقيقه ادهشني قرار النائب العام، لانني لم افكر مطلقا في اننا نتغول على سلطه النائب العام. النائب العام سلطاته اولا محترمه ولا يستطيع احد ان يتوغل على سلطاته. أنا مارست قانون ما أعطاه لي القانون الحق في أنه يعني أوقف نشر الجزء المتعلق ب 57 53، لأن مؤشرات كثيرة كانت بتقول لي أن الجميع تكلم والجميع قال لا لدى، ونحن في انتظار لجنة التحقيق التي شكلتها وزيرة الشؤون الاجتماعية. المؤشرات ايضا، وانا لا اقول كلاما مرسلا، كانت بتقول ان نهر الخير اللي بيمول عدد ضخم من المشروعات الاساسيه في مصر وليس 57 53 بدا يتاثر بهذه المعركه التي جاوز وقتها، خاصه ان الجميع قال ما لديه، وبالفعل هناك ما يمكن ان نقول عنه توقف عن التبرعات، لانه البعض اعتقد انه هذه التبرعات تذهب الى غير مستحقيها وانها تدخل جيوب البعض، وبالتالي سيبقى مشروعات العمل الخيري في مصر كلها مهدده بالتوقف. من هذا المنطلق انا طلبت انه تتوقف النشر في هذه القضية، وقد مارست هذا الأمر مرات عديدة وأحالت كثير من الناس إلى المساءلة وصدرت قرارات ضدهم بمنع الظهور حتى على الشاشات، ولم أكن على وجه الإطلاق يدخل في اعتباري أننا نتغول ولا يمكن أن يدخل في اعتبارنا. أنا أمارس سلطاتي طبقا للقانون المخول لي، والقانون يقول بصراحة أن من حق المجلس أن يوقف مؤقتا أو دائما النشر في أي من القضاء متى رأى ذلك ضروريا. وأنا يعني لا أملك إلا أن أقول أنني سوف أمثل لأمر النائب العام وسوف أنفذ قراره، وسوف أذهب إلى نيابة أمن الدولة العليا في الوقت الذي تحدده للتحقيق. هل أبلغوا حضرتك أنه عندنا معلومات دلوقتي أن ربما جلسة الغد حددت لحضرتك؟ هل وصل لحضرتك أي أخبار؟ وصلني، أنا دلوقتي أخاطب من خلال النقيب الصحفيين نيابة أمن الدولة العليا. إحنا أبلغناها إن إحنا على استعداد للذهاب، قالوا لنا من فضلكم اما نستدعيكم تبقوا تتكلموا. لكن لم يحدد موعد حتى الان. لا اذكرني السيد عبد المحسن نقيب الصحفيين بانه هم اخطاوه بان تكون جلسه تحقيق غدا، وهو طلب منهم ان تكون يوم الاربعاء، وهو لا يزال ينتظر ردهم. طيب، معالي النائب العام قال انه ليس اختصاص المجلس الاعلى ايقاف او منع نشر، وهذه سلطه وحيده للنيابه العامه فقط. كافه القرارات التي تصبح قرارات باطله ولا معنى لها وفقا لكلامه، واحنا بنمارس هذه القرارات وفقا لقانوننا اللي بينص على سلطتنا. لم نتجاوز شعره واحده من سنات هبل. ناس نعرف جيدا ان احترام القانون شيء اساسي،
واعتقدنا بالفعل اننا كنا نمارس سلطتنا طبقا لهذا القانون الذي يخول لنا هذا الحق. النهارده النائب العام بيقول كلام مختلف تماما، ان ممارسه هذه السلطات تشكل تغولا على سلطاته. نأسف جدا بان يكون ذلك قد حدث بالفعل، لانه لكن ليس صحيحا بالمره ان احنا اتخذنا يعني قرار منع نشر في اطار ضيق، ولكن كنا بنشوف ضغوط. واظن لما اقول ان في توقف انهيار، ان لم يكن توقف في حجم التمرعات المقدمه للمشروعات الخيريه، وهي مشروعات يستفيد منها الملايين من الناس ويستفيد منها الفقراء، اعتقد انه ده موقف اصراري الزمني بالفعل ان اطلب وقف النشر والبث الى ان تصدر لجنه التحقيق قرارات. لجنه التحقيق هي لجنه اداريه ولا لجنه قضائيه يا استاذ مكرم اللي هي مشكله؟ يعني في عشق ايا كان، لجنه التحقيق لجنه اداريه يرأسها قاضي جليل، فيها خبراء الاورام، فيها عدد مهم من 25 شخصيه لا يرقى اليها اي شك. من حق اللجنه دي ان تقول والله انها فحصت القضيه ورأت ما يستدعي الذهاب الى النائب العام لتشكر بعض، او تقول ان التحقيق اذنت لها انه لا وجه لاقامه الدعوه. كنا ننتظر هذا القرار يعني، واستحسينا وزيره الشؤون الاجتماعيه ولجنتها على الاسراع بهذا القانون، لانه بقلقنا الشديد على نهر العطاء اللي خفنا انه يتاثر او يقل او يخف. ها؟ نعم. في وقت ينتظر فيه الفقراء ان المجتمع المدني، احنا ما صدقنا ان المجتمع المدني ينهض بظهوره في معاونه الفقراء، وبالتالي باعث القلق من ان ينخفض هذه المبالغ والذي دفعنا الى ان نصدر القرار. فكره قرار بمنع النشر رغم انها في صميم اختصاص المجلس بوضوح وبكلمات مباشره لا تحتمل اي معنى اخر، لكنها في النهايه يعني نحن كنا نفضل حقيقة أن يكون الأمر مناشدة للزملاء، لكن المناشدة ده دخان في الهواء، وعلمتنا أنه ما لا يزع بالقرآن يزع بالسلطان، وأن القانون ضروري لضبط الحياة، وأنه لو لم نكن خائفين على المشروعات دي لما تدخلنا بقرار مؤقت محدود الوظيفة يطلب وقف النشر لحين ظهور تقرير لجنة تقصي الحقائق أو لجنة التحقيق. أستاذ مكرم حضرتك وسنوات طويلة، ومعنا الأستاذ عبد المحسن سلامة على الناحية الثانية هيدخل معنا حالا، سنوات طويلة وحضرتك يا فندم.